وينك يا ابن الله الغالي؟ تركت الارض نفذت الرساله، مش مفروض كانت تفل عنا على درب الصلب ايام الشهاده. يوداس الخان شخصك شو تمنى لحاله ينفذ بحاله العداله، ونحن في الف يوداس عنا، وخيانه بسعر ارخص من خيالي. بكم دولار يا جعجعت انا بعت لبنان وباي وكاله؟ يلي هجرت احمد وحنا وغدرت بكل امال الاهالي، باهدن كنت اول من طعنا وزرع فينا التشرذم عن عمالي، وارض الشوف لتراب وحضنا، وعلينا كم مرق والي بوالي. لو ما تزورنا باعلى جبلنا وبني معروف ما يحبوا الرزالي، لكننا تركنا ولا انتقلنا من الشحار يا ابو راس خالي. وشرق صيدل بامجاد وتغنى المسيح وشال خمره من الدوالي، هربت منه وشهر أدار حنا ترابه بدم شعب كتير غالي. حلو. وعلى درب الكارنتين اعتقدنا، اجانا الزير بو زيد الهلالي، قتلنا 600 واحتجزنا 10,000 شاب من الاهالي. وعلى التحرير ساعة ما عهدنا قائد جيشنا الحر المثالي، تحرك فيك يوداس المسنى ودولارات اليهودي بهيك حالي، غدرت بجيشنا الحقق املنا واظهر عن بطولي وعن بسالي. من المفروض صارت تفل عنا قبل ما تطاولك يد العدالي، مين اللي بقتل طوني تغنى؟ وداني وعائلته شو صار فيهم؟ اذا عندك شرف جاوب سؤالي. حلو حلو حلو، لسه ما تم.